مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة اللي نظمته تحت إشراف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة، تنظم العيد الوطني هذا على مستوى جهوي، كل معتمدية تحتفل بعيد الطفولة. اليوم هو 24 مارس، دونك القلعة الكبيرة في فضاء دوما تحتفل بالعيد الوطني للطفولة اللي تشارك فيه جميع المؤسسات القطاع الخاص برياض الأطفال بالقلعة الكبرى وبعض الجمعيات كما الكشافة التونسية، وإن شاء الله ديما أطفال تونس بخير. والشعار اللي خدمنا ليه اليوم هو شعار كما تراو أطفالنا مبدعون لراية تونس رافعون، وإن شاء الله نراو جيل يرفع راية تونس في المستقبل الكريم. اليوم نحتفلوا بالعيد الوطني للطفولة على مستوى معتمدية القلعة الكبرى، مؤسسة طفولة قطاع خاص يحتفلوا بهذا اليوم العيد الوطني للطفولة في أجواء الحقيقة ممتعة، فيها عديد الفقرات، معرض لإنتاجات الأطفال، عروض تنشيطية، بطبيعة الحال ثم معناها تفاعل إيجابي جدا بالنسبة للأطفال معناها الحاضرين مع كافة الإطارات المؤسسات. نحب بالمناسبة نجدد تحيتي وشكري الخالص لكل المؤسسات المشاركة في هذا الاحتفال المحلي بالعيد الوطني للطفولة. هي المحطة بطبيعة الحال عدد 2 بالنسبة لبرنامجنا الجهوي للاحتفال بالعيد الوطني للطفولة. إن شاء الله كل عام وأطفالنا بألف خير، إن شاء الله كل عام وإطاراتنا بألف خير. إن شاء الله بطبيعة الحال أهم حاجة هو سلامة أطفالنا، إن شاء الله بعد الفرحة دي هي فرحة معناها الحقيقة يومية لابد باش تكون على مستوى مؤسساتنا. اليوم هي محطة لتثمين مجهودات أطفالنا في مستوى معتمدية القلعة الكبرى من خلال كافة المؤسسات المشاركة، وبطبيعة الحال إن شاء الله كل عام وطفولتنا بألف خير، وإن شاء الله بصحة وعافية، وإن شاء الله بحول الله فما القادم أفضل بالنسبة للطفولة في ولاية سوسة.